بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الفيديو الجديد على قناتكم محور 1981 فولي 2، حيث سوف اعطيك فكرة اخرى لكيفية يعني صناعة يعني نسخة للمفتاح الخاصة بهاتفك باستعمال مثلا الكروت، يعني مثلا ماستر كارد او كارت اخرى يعني نحصل عليها عبر الانترنت، او يعني كارت اخرى يعني تمتلكها خاصة مثلا بعضوية معينة قد انتهت يعني تاريخها إلى غير ذلك، أو حتى قطعة بلاستيكية بشرط أن تكون يعني نوعا ما يعني صلبة كالكروت الخاصة بكارت فيزا ويعني بطاقة يعني ماستر كارد مثلا. فهذه الطريقة سهلة للغاية أحبابي في الله، بالتالي سوف أقترح عليكم في هذا الدرس يعني هذا الأمر. فسوف تحتاج إلى شمعة، يعني على أساس مباشرة نأخذ يعني نسخة من يعني المفتاح. طبعا بعد اشعال يعني الشمعة سوف تأخذ يعني مثلا هذا القابض وتقوم بأخذ يعني المفتاح ووضعه هنا كما سوف تشاهدون حتى يتم يعني يعني الطبع إن صح التعبير على المفتاح بشكل كامل. طيب الحين بعد أن شاهدنا بأن المفتاح أصبح أسود كما سوف تشاهدون أسود، طيب يعني سوف نأخذ يعني المفتاح ونضعه يعني على الطاولة كما سوف تشاهدون، فأصبح أسود يعني بسبب يعني الرماد الذي ينتج عن يعني الشمعة. سوف نأخذ يعني لاصق، قطعة صغيرة من اللاصق الشفاف نقطعها ثم نقوم بوضعها على المفتاح أحباب في الله كما سوف نشاهد. نقوم بوضعها بإحكام على المفتاح بهذه الطريقة كما سوف تشاهدون. على أساس بطبيعة الحال رسم المفتاح. طيب بعد أن قمنا بوضعها سوف نقوم بإزالتها الحين. إزالة اللاصق عن المفتاح وكما سوف تشاهدون فتم رسم لدينا يعني صورة للمفتاح على اللاصق أحبابي في الله كما سوف تشاهدون. بالتالي الحين سوف أخذ يعني البطاقة ماستر كارد أو أي بطاقة أخرى، سوف نقوم يعني أو أي كارت يعني أخرى سوف نقوم بوضع عليها، يعني سوف أحاول تقريب يعني الشاشة، سوف نقوم بوضع عليها يعني اللاصق الذي رسمنا عليه يعني المفتاح كما سوف تشاهدون. نقوم بوضعه بإحكام ثم بعد ذلك سوف نقوم بقطعه بالمقص. بعد أن وضعنا اللاصق أو يعني المفتاح سوف نقوم بقص يعني الكارت أحبابي في الله حتى ينتج لدينا يعني مفتاح أو نسخة للمفتاح الخاص بنا، وهكذا يمكن لنا يعني فتح الباب أحبابي في الله. فسوف أبدأ في قص يعني الكارت. طيب بعد أن قصيت يعني المفتاح البلاستيكي فكما سوف تشاهدون هذه النتيجة، وأستطيع فتح به الباب أحبابي في الله. لاحظوا معي هذه النتيجة فهي متطابقا، وسوف أذهب لفتح الباب. إذا كان الباب يعني نوعا ما قفله قوي فيمكن لي أن أقوم بإدخال يعني فقط يعني المفتاح وأستعمل يعني سكين على أساس تدوير يعني الباب. يعني فالمهم هو أن تكون يعني هذه يعني الجهة مطابقة للباب حتى تستطيع يعني تدوير يعني الباب أحباب في الله. كما سوف تشاهدون فهي متطابقتين كما سوف نشاهد أحبابي في الله. سوف نذهب لكي نقوم بالتجربة على الباب كما سوف تشاهدون الحين. فهذا هو المفتاح الذي قمنا بإنشائه، سوف أقوم بإدخاله وسوف أجرب كما سوف تشاهدون، فتم فتحه بسهولة أحبابي في الله. هذا الأمر يعني سهل للغاية. كما شاهدتم أحبابي في الله فالتجربة تمت بنجاح فقط باستعمال يعني مفتاح
بلاستيك يقوم بنسخه. طبعا يعني إذا كان القفل يعني قوي في منزلكم ولا تستطيع يعني تدوير يعني القفل بالمفتاح البلاستيكي، فأنصحكم بعد إدخال المفتاح البلاستيكي تقوم بإدخال معه يعني جزء صغير من يعني السكين أو أي مادة أخرى يعني رقيقة، ثم فقط تقوم بتدوير السكين أحبابي في الله بعد إدخاله، وسوف يفتح معكم الباب إذا كان بطبيعة الحال قوي جدا. في حالة شخصية الباب الذي توفر عليه فيعني ليس قوي وتم فتحه يعني البلاستيك يعني المفتاح البلاستيكي، ويعني هناك اعوجاج نوعا ما هناك ما سوف تشاهدون يعني بعد أن فتحت الباب. لو أريد أن أطيل كثيرا في الباب لأن هناك يعني جيران فتحوا الباب ويشاهدون ماذا أفعل وأنا إسبانيا نوعا ما ليك لا تزعجهم، خصوصا أننا في الليل الحين. فأتمنى أن التجربة قد أفادتكم، قوموا بتجربتها في منازلكم وأراكم إن شاء الله في أفكار أخرى يعني مفيدة. لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا دول فيديو لدول بونتيغل 5.com، اللي على صفحتنا على فيسبوك facebook.com/حرف 981 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.